بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نعم. طيب، قال المصنف: عن صفات الله تعالى، وله صفات نزلية قائمة بذاته. شرحنا هذا القول، ثم قول المصنف: وهي لا هو ولا غيره. وهي لا هو ولا غيره. هنا بالنسبة إلى صفاته تعالى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول وهو الحق، هذا هو وهي لا هو ولا غيره. ثم مذهب المعتزلة هم نفوا صفات الله تعالى. ثم مذهب الكرامية هم نفوا قدم الصفات وقالوا بحدوث الصفات كما سبقنا. وتوطية لهذا المتن يذكر الشارح التفتازاني رحمه الله: ولما تمسكت المعتزلة بأن في إثبات الصفات إبطال التوحيد. تمسكت المعتزلة بأن في إثبات الصفات إبطال التوحيد، يعني لو أثبتت الصفات لذات الله تعالى يبطل توحيده. هكذا هم يعني خافوا، تحذروا من هذا، لذلك قالوا بنفي الصفات. لماذا يبطل التوحيد؟ لما أنها موجودات قديمة مغايرة لذات الله تعالى. يعني صفات موجودات قديمة لنا مغايرة لذات الله تعالى. يعني لو أثبتناهم ما أثبتوا الصفات، بل هم فرضوا هكذا. لو أثبتت الصفات لذاته تعالى كيف تكون هذه الصفات تكون موجودة؟ لا تكون معدومة بل تكون موجودة. ثم هل تكون حادثة أو قديمة؟ تكون قديمة. هل تكون مغايرة لذاته أو متحدة مع ذاته؟ مغايرة لذاته، يعني المتحدة لا تكون صفة زائدة على ذاته، معنى زائدا على مفهوم الواجب كما سبق لا يكون. فإذا لو أثبتت الصفات تكون على هذا الشأن، فيلزم قدم غير الله تعالى. لو كان كذلك يلزم قدم غير الله تعالى. لو ثبت قدم غير الله تعالى يتعدد القدماء، هذا يلزم قدم غير الله تعالى وتعدد القدماء. ثم قال: بل تعدد الواجب لذاته، ليس تعدد القدماء فقط، بل تعدد الواجب لذاته أيضا يلزم. كيف يلزم هذا؟ على ما وقعت الإشارة إليه في كلام المتقدمين. يعني كما سبق المتقدمون قالوا الواجب والقديم مترادفان. هذا سبق نقل هذا القول في الشرح سابقا. فإذن القديم والواجب لو كان مترادفين فتعدد القدماء فهو تعدد الواجب أيضا. ثم والتصريح به على ما وقعت الإشارة إليه في كلام المتقدمين، كذلك على ما وقع التصريح به، اعتبرنا للإشارة وقع التصريح به يعني بتعدد الواجب أين في كلام المتأخرين. ما هو التصريح؟ من أن واجب الوجود بالذات هو الله تعالى وصفاته
هكذا قالوا. من الواجب الوجود بالذات ما هو؟ هو الله تعالى وصفاته، فهذا صريح بتعدد الواجب وجودي. فإذا هذا محذور، احذرون المعتزلة احذرون. ثم وعلاوة على ذلك يعني يذكر باعثا آخر لبيان هذا، وهي لا هو ولا غيره. ما هو الباعث الثاني؟ وقد كفرت النصارى بإثبات ثلاثة من القدماء، هم أثبتوا ثلاثة من القدماء لذلك كفروا، يعني هم خالفوا التوحيد، الكفر يعني ضد التوحيد. نعم. فما بال الثمانية؟ الثمانية يعني المذكورة في المتن، سيأتي في المتن، وهي العلم والقدرة والحياة، هكذا يأتي بيان للصفات الأزلية القائمة بذاته تعالى. فإذا ذكر الثمانية أو أكثر، يعني ما هي الأكثر؟ قوله الأكثر إشارة إلى صفات أخر اختلف فيها من البقاء والقدم والاستواء والوجه واليد والعينين والجنب والقدم والإصبع واليمين، وهذه صفات اختلف فيها، يعني كل هذا صفات مستقلة مستقلة، أو يعني عبارة عن يعني معنى هكذا، عن صفة هكذا اختلف. فإذا لأجل إثبات ثلاثة من القدماء كفرت النصارى، فإذا أهل السنة يثبتون ثمانية من الصفات من القدماء أو أكثر، فماذا حالهم؟ هكذا إرادات. لأجل ذلك أشارا، يعني لما تمسكت المعتزلة وقد كفرت النصارى، والحال أن النصارى كفرت، لأجل هذا أشار المصنف إلى جوابه بقوله نعم وهي لا هو ولا غيره، يعني الجواب ليس بصريح، لذلك ما قال أجابه بقوله، بل قال أشار إلى جوابه، وهي يعني الصفات، لا هو يعني ليس عين ذاته ولا غيره، يعني ولا غير ذاته، صفات الله تعالى ليست عين ذاته تعالى، كما قال المعتزلة، هم قالوا صفاته تعالى عين ذاته، ولا غير ذاته، يعني كما حاولوا أن يلزمونا بمغايرة الصفات للذات، هم قالوا يلزم على قول أهل السنة مغايرة الصفات للذات فيتعدد القدماء والواجبات، يعني يبطل التوحيد هكذا. فإذا ليس كلاهما، وهي لا هو ولا غيره، يعني أن صفات الله تعالى ليست عين الذات ولا غير الذات، يعني هذا محذور. تعدد القدماء تعدد الواجب من أين يلزم؟ لو كان غير ذاته تعالى، لذلك قلنا ليس غير ذاته تعالى. ثم لو كانت عين ذاته تعالى فيلزم هناك تعطيل، وهذا المعتزلة مذهبهم التعطيل، يعني تعطيل الذات عن الصفات. فإذا نحن يعني أمة وسط، بين نقول به يعني بالوسط، لا نقول بالتعتيل ولا بالمغايرة. نعم هكذا. ما معنى يعني عين ذات؟ ليس عين ذات معناه صفات يعني متحدة لذاته، هذا كما قالت المعتزلة، يوصف ذاته تعالى باعتبارات مختلفة بصفات مختلفة، يعني ذات واحدة فقط، ليس هناك شيء زائد على مفهوم الواجب. إذن العلم يقال عالم باعتبار تعلق الذات بالمعلومات، يعني ليس هناك واسطة مبدأ للعلم لكونه عالما، وهذا هو كذلك هم، يعني كما سبق أن بينا حي قادر مريد هكذا، كلها بإرادة أو باعتبار تعلق هذا الذات بهذه الأمور، يوصف فقط، هناك ذات واحدة فقط، صرف واحد فقط، لا تكسر
نعم باعتبار صفاته. نعم ما معنى غير الذات؟ غير الذات معناه ما ينفصل عنه كما سيأتي. التغاير معناه جواز الانفكاك. فإذن حينما نقول أن صفات إن صفاته تعالى ليست غير ذاته معناه لا تنفك هذه الصفات عن ذاته تعالى، يعني لا يجوز أن تنفك عن ذاته تعالى، بل هي لازمة لذاته تعالى. لماذا؟ لأن هذه الصفات واجبة الوجود لذاته. لذاته معناه لذات الله تعالى، صفاته تعالى واجبة الوجود لذات الله تعالى. فإذن صفاته تعالى واجبة الوجود لغير ذاتها، هكذا يقال، بل يقال لغير ذاتها بل لذاته، يعني لذات الله تعالى، ليست كما يقال في ذاته تعالى. ذاته تعالى واجبة الوجود لذاته، صفاته تعالى ليست واجبة الوجود لذاتها بل واجبة الوجود لغيرها، يعني لذاته تعالى، لذات الله هكذا. على كل حال هذا نفي المغايرة. لماذا نفي المغايرة؟ ردا على دعوى المعتزلة، وكذلك جوابا عن إيراد كفر النصارى. هذا هو الجواب، هذا هو المحط في هذا الكلام. ما وهي لا هو، هذا ليس المحل، ليس المحط، بل المحط لا غير هنا. حينما كان جوابا لإرادين، ثم والنصارى وإن لم يصرحوا بالقدماء المتغايرة المتغايرة بالقدماء المتغايرة، نعم، لكن لزمهم ذلك لأنهم أثبتوا الأقانيم الثلاثة التي هي الوجود والعلم والحياة، هكذا سموا أقانيم ثلاثة. مما وسموها سموا هذه الثلاثة الأقانيم بالأبي والابن، سموها الأبا والابن وروح القدس. هذا مذهب طائفة من النصارى، فعند طائفة يعني أحد الثلاثة المريم، نعم الأم المريم هكذا، نعم. ثم هنا أبو ابن روح القدس، وزعموا أنه قنوما للمي قد انتقل إلى بدن عيسى عليه السلام، فجوزوا الانفكاك والانتقال، فكانت الأقانيم ذوات متغايرة، نعم هكذا لزمهم هذا التغاير بين هذه الثلاثة، لذلك صاروا كافرين. هكذا يعني أثبتوا، ثم بعد ذلك تصوروا كل واحد أو اعتقدوا كل واحد من هذه الثلاثة مستحق العبودية إليه. هم اعتقدوا هذا، الأب يستحق العبادة، الابن أيضا يستحق العبادة، والروح القدس أيضا يستحق العبادة، أو لو كان مريم عند طائفة هي أيضا تستحق العبادة، هكذا يعني فرضوا استحقاق العبادة في هذه الثلاثة أيضا، نعم مع التغاير بينها. فإذا صارت الآلهة عندهم ثلاثة، نعم هكذا. لكن هنا يعني مسألة أخرى، وهذا لازم المذهب ليس بمذهبنا، هذا قاعدة مسلمة. فإذن هنا قال يعني يلزمهم ذلك، إن لم يصرحوا بالقدماء المتغايرة، لكن لزمهم ذلك. فإذن كيف يكفرون أو كيف يكفرون بهذا المذهب اللازم؟ لازم المذهب ليس بمذهب، هكذا قاعدة مسلم. أجاب عنه مصلح الدين الكستلي، قيل إن الكفر التزام الكفر لا لزومه، الكفر ينبغي أن يلتزم، كفر التزام الكفر لا لزوم الكفر. وأجيب يعني هنا لزوم فقط ليس التزام، وأجيب بأن لزوم الشيء مع العلم به التزام،
لزوم الشيء مع العلم به، هو يعلم أن هذا لازم، فإذا هذا التزام. نعم، لا حاجة إلى الالتزام صريحا، بل يكفي الإمنة، فإذا كأنهم التزموا. نعم. فجوزوا الانفكاك والانتقال، ثم ولقائل أن يمنع. فإذا هذا المصنف أشار إلى الجواب بقوله وهي لا هو ولا غيره، هذا جواب. ثم الشارح يذكر جوابا آخر، جوابا آخر، هو يدعي أن ذاك الجواب أولى. نعم، هذا الذي يقول ولقائل أن يمنع توقف التعدد والتكسر على التغاير. هنا جواب المصنف بناء على أن التعدد والتكسر يتوقف على التغاير، لأجل ذلك قال ولا غيره نفيا للمغايرة، فإذا لا يبطل التوحيد، لو كان مغايرة يبطل التوحيد وإلا لا يبطل التوحيد، هكذا جاء. فإذا ممكن يمنع أحد لهذا، يعني لا يتوقف التعدد والتكسر على التغاير، بل بدون التغاير يكون التعدد والتكسر، بدون التغاير يكون التغير والتعدد. فإذا لو ذكرنا بصفات غير مغايرة لذاته تعالى، يتكسر الواجب، يتكسر القديم، هكذا. ثم ما معنى التغاير؟ بمعنى جواز الانفكاك، هذا الذي قلت. يعني حينما نقول ولا غير ذاته معناه هذه الصفات لا تنفك عن هذه الذات، بل لازمة لهذه الذات. نعم، بخلاف العلم بالنسبة إلى زيد، علمه يمكن أن يزول عنه، كذلك الأعراض كلها، الصفات كلها هكذا. مثلا هذا شيء أسود، سواده ينتقل منه، يذهب، ينعدم، ينفك، هذا بمجيء البياض عليه، ذاك أمر آخر. على كل حال ينفك عنه هذا السواد. نعم، كذلك كل شيء، أما صفاته تعالى ليس كذلك. نعم، بمعنى جواز الانفكاك للقطعي. ثم هو يذكر يعني مستندا لما للتكسر والتعدد بدون التغاير، ما هو للقطع بأن مراتب الأعداد من الواحد والاثنين والثلاثة إلى غير ذلك، يعني 10 100 هكذا متعددة متكسرة، هذه مراتب الأعداد ليست واحدة بل متعددة، واحد غير الثانية هكذا، يعني متعددة متكسرة. نعم، تعدد تكسر مع عدم التغاير، مع أن البعل جزء من البعل، مع أن البعل جزء من البعل، والجزء لا يغير الكل، مثلا واحد جزء الاثنين، اثنان جزء الثلاثة، 5 جزء العشرة، 6 جزء العشرة، هكذا بعد جزء للبعل، والجزء لا يغير الكل. فإذن هنا بدون تغاير تحقق التعدد والتغير والتكسر. فإذن كذلك لا يتصور نزاع من أهل السنة والجماعة في كثرة الصفات وتعددها متغايرة كانت أو غير متغايرة، يعني أهل السنة عندهم لا يتصور منهم نزاع أين في كثرة الصفات وتعددها، هذه صفات متغايرة كانت أو غير متغايرة، بل يتصور النزاع حينما تكون الصفات متغايرة، لو كانت غير متغايرة لا يتصور منه النزاع، لا يتصور نزاع من أهل السنة والجماعة في كثرة الصفات وتعددها. أهل السنة لا ينازع ولا يخالف في كثرة الصفات، يعني هم يعترفون أن الصفات كثيرة، أن الصفات متعددة متكسرة، هم يعترفون، سواء كانت الصفات متغايرة أو غير متغايرة أيا كان، وهذا أيضا يدل على تحقق التكسر والتعدد بدون المغايرة عند أهل السنة. نعم، هذا نزاع
لا يكون عند التغاير فقط، بل لو كانت مغايرة أو غير مغايرة يعترف أهل السنة بتعدد الصفات وتكسرها فاللولى. فإذا ممكن هكذا يأتي تمن منع. فإذا وأيضا لا يتصور، هذا مستند ثاني لهذا المنع، هذا يعتفن على قوله للقطع بأن مراتب الأعداد، وأيضا لا يتصورنا. فاللولى أن يقال المستحيل تعدد ذوات قديمة، لا ذوات وصفات، هذا صفات متغايرة لا بس، لا حاجة إلى نفي التغاير عن يعني الصفات، بل يكفي أن نقول هذا ذوات قديمة تعددها محال. فإذا يكون كل ذات مستحق للعبودية والألوهية، هذا هو المحذور. لو كانت لو تعددت الذوات القديمة الواجبة فيكون كل ذات منها مستحق للعبادة فيبطل التوحيد، هذا هو المحذور. لأجل ذلك ذات قديمة ثم لا ذات وصفات، هذا ليس بمحذور. لماذا؟ هنا استحقاق العبادة لهذه الذات فقط، أما هذه الصفات كلها واحدة 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 لا تستحق شيئا من العبادة، بل الذي يستحق العبادة الذي يكون إلها هذه الذات المتصفة بهذه الصفات القائمة، هذه الصفات قائمة بهذه الذات هكذا. نعم. وألا يجتري، هذا هو هذا القول أولى، وألا يجتري على القول بكون الصفات واجبة الوجود لذاتها، صفات ليست واجبة الوجود لذات الصفات كما يقال لذات الله تعالى، ذاته تعالى واجبة الوجود لذاته، كذلك ينبغي أن لا يقال في صفاته، بل يقال ماذا يقال؟ هي يعني صفات واجبة لا لغيرها، واجبة لا لغيرها، بل لما ليس عينها ولا غيرها، صفات واجبة لما ليس عينها ولا غيرها. ما هذا؟ عيني ذات الله تعالى وتقدسا، يعني صفاته تعالى واجبة لذاته تعالى هكذا. ويكون هذا مراد من قال الواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته. فإذا صفات كيف كانت واجبة الوجود لذاته؟ ها نعم، لذاته معناه ذكرنا، أليس عينها ولا غيرها، هذا ذاته، هذا الأمير يرجع إلى الله تعالى. فإذا لذات الله تعالى، ذاته تعالى واجبة لذاته، صفاته تعالى واجبة لذاته، ليست واجبة لذاتها، فرق بينهما. نعم، هكذا يقال هو الله تعالى وصفاته، يعني أنها واجبة، أن الصفات واجبة لذات الواجب تعالى. أما في نفسها فهي ممكنة، لو كانت واجبة لذاته تعالى ماذا هو مكانة هذه الصفات في نفسها؟ هي ممكنة ولا استحالة في قدم الممكن. فإذا ممكن أن يورد هنا وهي في نفسها ممكنة ثم بعد ذلك قديمة، هذا يكون محالا. لذلك أجاب بقوله ولا استحالة في قدم الممكن متى؟ إذا كان قائما بذات القديم واجبا له غير منفصل عنه، هذا في مرتبة ذاته ممكن نقول هكذا، ومع ذلك واجبة لذات الله تعالى، لذلك هذا قائم بذات القديم واجب له غير منفصل عنه، فليس كل قديم إلها. لو تعددت الذوات القديمة تكون كل ذات قديمة إلها، فليس كل قديم إلها، بل ما هو الإله حتى يلزم من وجود القدماء وجود الآلهة، لكن ينبغي أن يقال الله تعالى قديم بصفاته، الله تعالى هو الإله، ذاته تعالى هو الإله، مستحق للعبودية والألوهية، قديم بصفاته، ولا يطلق القول بالقدماء. نعم، يتحذر عن هذا إلى لئلا يوسوس،
لئلا يذهب الوهم إلى أن كل منا قائم بذاته موصوف بصفات الألوهية. نعم، لذلك لا يقال تعدد القدماء أو القدماء هكذا لا يقال، بل يقال هذا الله تعالى قديم بصفاته، هذا هكذا فقط يقال فقط. الأحسن هذا، الله تعالى قائم قديم بصفاته، الله تعالى قديم بصفاته. نعم. ثم يذكر الشارح يبين سبب هذا الاختلاف، ولصعوبة هذا المقام ذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى نفي الصفات، والكرامية إلى نفي قدمها، والأشاعرة إلى نفي غيريتها وعينيتها. نعم هكذا. وهنا ذكر الكستلي، ولصعوبة هذا المقام يريد أن إثبات الصفات الموجودة لله تعالى وإن دل عليه العقل والنقل في الجملة، هذا إثبات الصفات يدل عليه النقل والعقل والنقل مع ذلك، لكن يرد عليه إشكالات من وجوه مختلفة، منها أنها إما أن تكون حادثة فيلزم كونه تعالى محلا للحوادث، وإما أن تكون قديمة فيلزم تعدد القدماء. ماذا يفرض عن هذه الصفات؟ ماذا نعتقد؟ هل هي حادثة؟ نعم، أو يعني قديمة. لو كانت حادثة فيكون ذاته تعالى محلا للحوادث، هذا لا يجوز. لو يعني اعتقدنا أن الصفات قديمة فيلزم تعدد القدماء فيكون كل قديم إلها فيبطل التوحيد، وهكذا مشاكل. وقد اعتمد عليه المعتزلة فنفوا عنه الصفات. اعتمد يعني عليه المعتزلة معناه هذا إما أن تكون قديمة فيلزم تعدد القدماء، يكون كل قديم إلها فيبطل التوحيد، فإذا هم تحذروا. ثم بعد ذلك قالوا بنفي الصفات عن ذاته تعالى، ومنها أنها غير مستقلة الوجود وهو ظاهر، ليست الصفات مستقلة الوجود بل هي غير مستقلة الوجود. فإما أن تستند إلى ذاته تعالى فيلزم أن يكون الواحد فاعلا لشيء وقابلا إياه، فاعلا لشيء وقابلا لشيء، وإما إلى غيره فيلزم احتياج الواجب إلى غيره وانفعاله عنه واستكماله به، هكذا يعني إرادات كثيرة، مشاكل كثيرة. لذلك افترقت الأمة إلى ثلاث فرق في هذه المسألة، والصحيح والحق ما ذكرنا. فإذن إما نقول يعني هذا تعدد القدماء ليس فيه محذور، لو كان ذاتا وصفات فهذا الذات يكون مستحق للعبادة، الذات المتصفة بهذه الصفات. نختتم اليوم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.